النهارده كمان عايزين نقول لحضراتكم انه الفنانه انغام والدها الموسيقار محمد علي هيستقبلوا العزاء في وفاه الفنانه الشابه رحمه الله غنوه، وده هيكون في مسجد المشير طنطاوي. طبعا غنوه توفت اول امبارح، حادث تصادم وتم نقلها للمستشفى، لكن هي توفت قبل ما توصل المستشفى. كلنا بندعي لها بالرحمه والمغفره، ورغم انه الاحداث دي او مجموعه الاحداث اللي ممكن تعدي علينا ونقف قدامها كلنا كمصريين عشان نواسي بعض، ناخد بايد بعض في الازمات، لكن اللي حصل بعد حادثه غنوه غير كده خالص. ناس كتير يمكن مش مقدره حاله الحزن اللي بتمر بيها الاسره، ناس كتير كمان ابتدت تنشر وتتكلم ومتاجره بالخلافات القديمه ما بين غنوه وانغام، وان هما يتدخلوا في علاقات شخصيه اسريه مش مسموح لاي حد انه يتدخل فيها. حياه الانسان الخاصه ملكه هو لوحده، وحتى لو الخلافات دي وصلت للاعلام فمش مبرر ابدا بان احنا نتاجر بروح انتقلت للي خالقها، او ان احنا نستغلها لتصفيه حسابات مع انغام زي ما بيحصل، ان الناس فعلا بتستغل الموضوع ده بتصفي حسابات مع انغام. اكيد محدش مننا هيحزن على غنوة أكتر من أهلها وأختها. موضوع بقى أن أنغام وقفت في طريق أختها كمطربة لأنها مش أختها الشقيقة، ده كلام أكيد يضايق بصراحة، لأن يعني أنغام بقى لها أكتر من 30 سنة بتغني وطلع نجمات كتير جدا بينافسوها، فليه مش يعني هتسيب كل دول وتقف في طريق أختها اللي لسه بادئة مشوارها واللي كانت طفله وانغام مطربه ومعروفه. عموما غنوه ما يجوز عليها غير الرحمه، ربنا يرحمها يا رب ويسكنها فسيح جناته. وانغام ما تستحقش مننا غير ان احنا نطبطب عليها هي ووالدها، لان هما في مصاب اليم قام بقى كان اللي بينهم، فكل اسره فيها اللي مكفيها زي ما بيقولوا، واي حاجه زياده عن كده يبقى اسمها تدخل في اللي احنا ملناش فيه أو اللي ما يخصش حد غير غنوة وأهلها بس. ربنا يرحمها ويصبرها ويبارك في ابنها يا رب إن شاء الله بإذن الله، ويعني ويجعله عوض ليها في دنيتها. ويعني غنوة ما لحقتش الحقيقة، لحقتش، لكن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. فمفيش حد يتدخل ما بين افراد الاسره الواحده، وكمان يعني احنا بندخل بين قلوب الناس ونعرف مين بيحب مين ومين بيكره مين، فيا ريت بس نبطل نحكم على غيرنا ونبص نفسنا مع الشير وكم الناس اللي عماله تنقل الخلافات الاسريه. اعتقد ان هم يعني مش محتاجين ده، مش محتاجين ده بالمره خالص نهائي، لا الاسره ولا انغام ولا غنوة نفسها محتاجة للكلام ده، محتاجة الرحمة، محتاجة إن شاء الله بإذن الله ابنها ياسين ربنا يحمولها، وأكيد أختها مش هتتخلى عنه ولا والدها أكيد يعني، ربنا يرحمها.